السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم نواف الحسين من All About Fitness. حلقة اليوم تكون حلقة عني أنا شخصيا. طبعا الناس اللي شافوا فلوق 11 اللي هو رحلتي لإذابة الدهون، تقريبا نشفت في 30 يوم وصلت للشكل اللي أنا أبغاه. أوكي طلعت لي 6 باكس، كل جسمي أوكي منسق وجميل، ولكن للأسف كانت عندي نقاط ضعف كثيرة. عندي اليدين صغيرة، الرجول صغيرة، والأبز ما كانت طالع بالشكل اللي أنا أبغاه. فوقتها قررت اني قلت خلاص انا الحين لازم ابدا اضخم. فمعلومه بسيطه عن التضخيم، اقل مده ممكن اضخم فيها 8 شهور، لان الجسم يكسب عضل، يكسب نص كيلو عضل كل 35 يوم. فانا تقريبا يبي لي اضخم 8 شهور عشان اكسب لي تقريبا 4 كيلو عضل او حتى 3 كيلو عضل. طبعا فتره التضخيم انت تكسب شحوم كثيره، ولكن فترة التنشيف أنت تحاول تمسك كل العضل هذا ولكن تزيد كل الشحوم. بديت أضخم من شهر 4 إنجليزي، إحنا اليوم في شهر 10 إنجليزي، يعني صار لي 6 شهور. زاد وزني من 72 كيلو إلى 88 كيلو. اليوم الصباح أنا قايس وزني، هدفي أني أوصل إلى 91 كيلو اللي هي تقريبا 200 باوند، وبعدها أبدأ أنشف. أحاول أني أمسك كل العضل اللي في جسمي، ولكني أحاول أني أشيل كل الدهون اللي مترسبة فوق العضلات. طبعاً عشان أسوي هذا، عشان أسوي التنشيف لازم أني أقلل أكلي تدريجياً كل أسبوع. إذا عدمت الأكل كله وقصيت 3/4 الكالوريز حقتي وقللت كل الكربوهيدرات، كذا أنت راح تفقد عضلات كثيرة. فأفضل طريقة للتنشيف أنك تقلل الكربوهيدرات تدريجياً كل أسبوع. إذا أنت تنزل كيلو في نهاية الأسبوع، إذا أنت تنزل أكثر من كيلو أعرف أنك نقصت من أكلك كثير. فترة التضخيم هي الفترة أفضل فترة ممكن تقدر تشيل فيها أوزان أكثر وجسمك يتحمل أكثر. فأنا لما بديت أضخم في شهر 4 حطيت لي goals. الgoals هذه قلت لازم أوصلها. من أحد الأهداف اللي أنا كتبتها على ورق وقلت لازم أوصلها في تمرين البنش بريس، كنت تقريبا أسوي طارة واحدة 45 كل جهة، كنت أقدر أسوي منها 12 إلى 15 بالكثير. هدفي قلت أبغى أسوي طارتين على الأقل 5 تكرارات. بحط لكم مقاطع فيديو كيف أكثر من مرة فشلت وأنا أحاول أشيل الوزن، ولكن في الأخير قدرت أسوي في البنش بريس 4 تكرارات الحالي. هدفي الجاي هو 5 إن شاء الله. يلا يا بطل، يلا 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 بالنسبة للسكواد اللي هو تمارين الأفخاذ، دائما أسوي في كل تمارين الرجول، كنت أقدر أسوي طارتين ال 12 تكرار. هدفي والرقم اللي كنت أبغى أوصل له 3 طارات 5 تكرارات. في ختام هذه الحلقة، آدمي على انستغرام، تويتر، واسألوني أسئلة على الاسك إذا عندك أي سؤال، أو اكتبه تحت في الديسكريبشن في الكومنتس وأنا بجاوب عليك. كل السوشيال ميديا حقتي مكاتبها تحت في الديسكريبشن بوكس. في نهاية هذه الحلقة أتمنى الكل استفاد، ونراكم على خير.